السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي واد الميمة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم مسمن في الفرن، تيجي مرق ولذيذ بزاف. المكونات اللي غنحتاج لهذا المسمن هذا: 400 غرام ديال الدقيق الابيض اي فورس، 200 غرام ديال القمح الممتاز، عندي هنا الفول السوداني محمر حيت ديال القشره ديالو، وهرمشتو اي كاوكاو. هانتوما معايا كيفاش تيكون. عندي 3 غرام ديال الخميره الكيماويه، و7 غرام ديال الفاني، الملح حسب الذوق، والماء بطبيعه الحال باش غنجمع. دابا غنبداو على بركه الله. غندير هاد الحفيره الوسط هنايا، نوضع الملح، فاني، خميرة كيماوية، ونجمع بالماء هاد الخليط هذا. هاي العجين جمعت ليا، دلكتها مزيان. دابا غندهن يديا بالزيت ونشكلها على شكل كويرات صغار. حتى الإناء اللي غنوضع فيه الكويرات حتى هو ندهنو بالزيت على هاد الشكل. من بعد ما شكينا الكويرات كنخليهم كيرتاحوا واحد نصف ساعة. دهنت هنايا سطح العمل بالزيت، وغنبدا نسرح في الكويرات دون العجين على هاد الشكل هذا. هكذا ندهن بيه ترش كاوكاو الوسط ديال المسمنة بحال هاشكل، غنبدا نطوي. بحال هاشكل هدا كنسرح كويرة أخرى. خط قطع لكم العجينه ماشي مشكل. تندهنوا بالزبده، ترشوا كاوكاو، تناخذوا السمنه تنطوها هنايا وسط، تنقادوها نوضعوها على جانب مرة أخرى، تنسرحو كرة ديال العجين وحدة أخرى، تنستعملو الزيت.
نبقاو نديرو نفس العمليه حتى نكملو كاع العجين اللي عندنا. من بعد ما تكنتاهيو تندهنوه بالسمنه ديالنا من الفوق بالزبده باش يتحمروا لينا، وتندخلوهم الفرن كيطيبوا. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تبينا المسمن ديالنا. ها هو المسمن ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن، كما كتلاحظوا معايا كيفاش تيكون، تيجي مقروش تيجي مرق. كنتمنى هذه الفكره تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم الاصدقاء. الى اللقاء مع وصفه جديده.